والآن وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية. نعود مرة أخرى إلى ليلى عمر. إليك ليلى. شكرا لكم، ونتابع معكم أهم وآخر أنباء الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. البداية مع القاهرة العظمى فيها 21، الصغرى 13، الإسكندرية 20-12، مطروح 19-12، بورسعيد 20-12، الإسماعيلية 22-11، ننتقل للسويس 22-12، العريش 20-12، طابة 22-14، شرم الشيخ 26-16، الغردقة 25-15، الأقصر 30-11، أسوان 31-13، الوادي الجديد 28-9، شلاتين 29-18، وأخيرا حلايب 26-17. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.